تربويا وتنفيذا للتعليمات التي أقرتها مؤخرا وزارة التربية بخصوص محاربة ظاهرة العنف المدرسي، أبرمت مساء اليوم بثانوية القديس أغسطين بعنابة اتفاقية بين مديرية التربية لولاية عنابة ومصالح الأمن من أجل محاربة العنف في المدارس، وذلك بحضور عدد من إطارات من الأمن الوطني وممثلين من جمعيات أولياء التلاميذ الموزعين على الدوائر الست لولاية عنابة. اللقاء كان فرصة لجمعيات أولياء التلاميذ وكذا إطارات القطاع من طرح العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع بالولاية. التفاصيل مع عبد الناصر جلالة. وذلك بإنزال الاتفاقية المبرمة ما بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية حيز التنفيذ، فأعتقد جازما بأن هذه الاتفاقية التي تم تفعيلها بشكل لائق يعني لقات التجاوب المطلوب على مستوى المؤسسات. التواصل والاتصال الدائم باش يشخصوا الأسباب وكل الظواهر يدرسوها، إضافة إلى ذلك عندنا المهام العادية وهي في المحيط الخارجي، وهو تأمين المتمدرسين، تسهيل حركة المرور خاصة يعني في المدارس. ظاهرة العنف المدرسي قضية الجميع، قضية المجتمع الجزائري، نقابات، مديرية التربية، جمعية أولياء التلاميذ، الأمن، لأن هذا العنف أصبح ينخر في المجتمع الجزائري. يهمنا بالدرجة الأولى هذا الأمر، ونحن نعمل على الجانب الوقائي بالدرجة الأولى، وقمنا بالمنادات يعني منذ عدة سنوات، يعني في 2006 في ولاية عنابة. البروبليم تاع الفيلونس تاع بروبليم ناسيونال، ومشكل عويص قاعد يمش شريحة المجتمع كامل، وخاصة كما قال قبيلة وزير التربية رانا عندنا 1.5 مليون تلميذ على المستوى الوطني.